بماذا تشعرين وأنت الآن مسلمة وأسلمت على دين محمد وآل محمد؟ يعني سعيدة هاي أولا، أحس أنه ملكة الجنة، قد أكون فيها وقد لا، لأنه هذه في عداد الغيبيات، يعني لأنه هذه مع رب العالمين، أنا تواصلي مع رب العالمين. وأنا دائما أقول فوضت أمري إلى الله لأنه أعلم ما في القلوب. طبعا الله أقرب من حبل الوريد، فهو الذي يزكي الأنفس. لكن أنا الآن أحس أنه أنا ملكت شيء غيري، شيء ما عظيم، شيء يعني غيري ما يملكه يعني وبيقين. أحس أكو فد شيء قام يتحرك بالقلوب وما أعرف، أكو فد ما أعرف أنا هذا الموضوع من أذكره يعني. طبعا ما في أجمل من أن نتحدث بهذا الموضوع. الحمد لله، الحمد لله. هي أيضا طاقة إيجابية لكل من يشاهدنا.